ضيف المنتزف. إذن للحديث عن هذا الموضوع الذي ما زال يثير النقاش منذ أكثر من 15 عاما يسعدنا الارتباط هاتفيا مع عبد الرحيم أريريا الزميل الصحفي مدير موقع أنفاس بريس الإلكتروني، وهو المطلع بشكل كبير على واقع الحال ومشكل دور الصفيح بكبرى مدن المملكة الدار البيضاء. سي عبد الرحيم مرحبا. أهلا بارك الله فيك. شكرا على قبول الدعوة. نبدأ بالجانب المشرق من هذا الموضوع سي عبد الرحيم. وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أعلنت مؤخرا على 59 مدينة بدون صفيح، وأن برنامج مدن بدون صفيح مكن من تحسين ظروف عيش نحو أكثر من 300,000 أسرة. بالنسبة لكم أستاذ، ما مدى أهمية هذا البرنامج في القضاء أولا على العشوائيات، ثم كل ما يرتبط بها في المدن من انتشار مظاهر الفوضى والإجرام في الكثير من المرات؟ هو يعني هاد البرنامج المدن بدون صفيح، يعني لما انطلق لم ينطلق من مرتكز ديال تمكين المغرب من انصاف مجالي وتمكين ساكنة دور الصفيح من احياء يعني آدمية وتوفر فيها شروط العيش اللائق والعيش الكريم. بالنظر الى ان هذا البرنامج كما قلت تحكمت فيه منطلقات مرتبطه بالسياق الاحداث الارهابيه. لا تنسى ان يعني انطلاق برنامج مدن بدون صفيح انطلق في 2004، و2004 كان المغرب يلملم جراحه بفعل الاحداث الارهابيه التي هزت المغرب والدار البيضاء خاصه. صحيح. في 2003، ومعلوم ان هاد الارهابيين والانتحاريين كلهم ينحدرون من كريانات الشمال الشرقي للدار البيضاء، وتحديدا سيدي مومن على راس القائمه. فالدوله يعني كما قلت يعني كانت يعني في دار غفلون طوال عقود، لم تكن تضع في الرادار ديالها يعني هاد المناطق. لكن لما انفجرت الدار البيضاء في ماي 2003 وقعت صحوه عموميه لدى الدوله لتجفيف يعني هذه المنابع ديال التطرف وتجفيف منابع ديال الهشاشه وكل ما يمكن ان يخلقها يعني بؤر ديال الاجرام وديال الارهاب. وبالتالي المشروع يعني كما قلت صيغه بشكل مستعجل ولم تتوفر له الضمانات لتحقيق احياء يعني تتوفر فيها شروط العيش الكريم، وهذا ما قاد الى واحد العدد ديال التاخيرات في انجاز مشاريع يعني ديال محاربة. طيب. دور الصفيح، لأن السقف الزمني الذي رسمته الدولة لم يحترم في 2015، وتم تمديد الأجال في حدود يعني 2020، ومع ذلك نرى في مختلف مدن المغرب واحد المجموعة هذه المشاريع ما زالت معطلة، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء. طيب، الحكومات المتعاقبة في كل مرة وفي كل تقييم للبرنامج ديال مدن بدون صفيح كتتكلم على مجموعة من الإكراهات، على رأسها المشكل المتعلق بارتفاع عدد الأسر اللي كتطلب الاستفادة، اللي في بعض المرات بين قوسين كتزيد الأعداد بتواطؤ بعض الجهات، ربما في بعض المرات كتكون هي أعوان السلطة أو غيرهم للأسف. بهذا الخصوص مجلس الحسابات دعا لتعزيز آليات المراقبة والردع. كيفاش أستاذ ممكن على الأقل في هذه الفترة إلى حين توفير السيولة المالية المطلوبة للاستجابة للحاجيات وربما تخصيص برامج مواكبة أخرى، كيفاش ممكن نوقفه من هذا المشكل بشكل ما يضيعش أولا الحقوق ثم يوقف حتى بعض العصابات اللي بغينا نسميه بهذا المصطلح هذا التي تتاجر في هذه المساكن بطريقة تعيق السير العادل لتنفيذ البرنامج؟ هو لن يتحقق يعني هذا المبتغى ما دامت يعني المسؤوليات تشهد واحد العمليه ديال التمييع وديال التعويم. يعني لا يوجد في المغرب واحد التحديد ديال المسؤوليات. يعني هذا القطاع بالذات ديال يعني اعداد اقطاب حضريه لاعاده اسكان يعني دور الصفيح تعرف تدخل واحد المجموعه من الاجهزه والفاعلين بشكل لا يسمح للمراقب بان يحدد من يقوم بماذا ومن هو المسؤول عن هذا الفعل. هناك الوزارة من جهة، أي الوزارة الوصية على القطاع، أقصد وزارة الإسكان والتعمير، هناك وزارة الداخلية، هناك الوكالات الحضرية، هناك الجماعات المحلية، وهناك العمران، وهناك أيضا يعني المجالس الإقليمية في بعض الحالات. وهذا التداخل وهذا التعدد ديال الفاعلين يجعل يعني الأمر مرهون بتوفر نفس الإرادة لدى الجميع، والحال
أنه في بعض الأحيان تكون لدى هذا الفاعل أو ذاك في هذه المنطقة أو تلك أولويات أخرى لا تتناسب مع الرؤية الرسمية في التركيز على محاربة دور الصفيح. من هنا نجد مثلا بعض الأطراف قد تكون جماعة، قد تكون مجلس عمل، قد تكون وزارة في حد ذاتها، يعني لا تبرمج الاعتمادات اللازمة أو لا توفر الوعاء العقاري أو لا تساهم بما هو يعني مستر لها في الاتفاقية الخاصة بمحاربة دور الصفيح. إذن هذه المسألة للتعويم المسؤوليات هي التي ستحول دون تحقيق المبتغى الذي ذكرت والذي نص عليه مجلس على الحسابات. وهذا كيجرنا حتى المسألة ديال التدبير المالي أستاذ لهذا البرنامج. هذا في السنة الماضية المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقرير أكد فيه بصريح العبارة وجود تركيبة مالية عشوائية للعمليات، وقال باللي هناك سوء في ضبط الدعم المقدم من طرف صندوق التضامن للسكنة والاندماج الحضري، وتضارب ما بين تكلفة البقع الأرضية المخصصة لإعادة الإيواء وثمن البيع ديالها. كيفاش ممكن ضبط هذه الأمور المالية السي عبد الرحيم وتعزيزها من خلال أيضا الاستثمار بشكل أكبر في هذا المجال ديال السكن ومحاربة السكن العشوائي؟ الضبط هو تحديد واحد فاعل واحد، أنت المسؤول. قد تكون شركة العمران، قد تكون جماعة، قد تكون وزارة، قد تكون شركة إدماج سكن في الدار البيضاء إلى آخره. يعني لما يحدد المشرع واحد جهاز واحد يعني هو المسؤول عن العملية من ألفها إلى يائها، عبر يعني توفير الوعاء العقاري، عبر يعني المباراة لاختيار أجود الشركات وأحسن مكاتب الدراسات، عبر القيام بدوك الأشغال ديال لافيابيليزاسيون ديال ليلو، عبر انتقاء يعني سميتو العملية ديال الأسر التي ستقتل في هذا البقاع أو تلك إلى آخره. يعني هو الذي يكون مسؤول هذا الجهاز العمومي. أنا ذاك يسهل المحاسبة، لكن لما تكون المسؤوليات يعني معومة يصعب، لأن كل واحد سيقول لك بأنه أنا مسؤوليتي لم أكملها لأن المصلحة الولائية التابعة لفلان وفلان لم تقم بدورها. والعكس صحيح، يعني الوكالة الحضرية تقول لك بأنه نحن قمنا بتطير يعني الوثائق والتصاميم وكذا، ولكن الجماعة لم تسعى إلى تحرير وتصفية الوعاء العقاري. الجماعة قد ترد بأن الوزارة الذي لها حسابات سياسية تريد أن تفشل يعني العملية في المنطقة الفلانية، لأن الحزب الذي يحكم تلك الجماعة هو حزب مناقض وخصم للحزب الذي يسيره الوزير في الوزارة، وهكذا دوالي. إذن هذا التعويم لليقين ما غاديش يحقق المراد. وأنا أؤكد على هذه المسألة لأنه من خلال التجربة ومن خلال رصدنا لمجموعة من الحالات والمشاكل في مختلف مدن المغرب، يعني كانت هذه النقطة هي الأساس التي تسمح بالانفلاتات وتسمح بالعشوائية تدبير محاربة العشوائي، وهذه المفارقة. إذن خاص تكون جهة معينة محددة لمحاسبتها لاحقا. أيضا هناك الحديث بالموازات مع هذا الأمر السي عبد الرحيم، هناك حديث على غياب إطار قانوني لمكافحة انتشار أحياء الصفيح في ظل عدم فعالية أجهزة الوقاية. لطبيعة الحال علاش؟ لأنه مثلا هناك يعني بحال قلتي رؤيتين لمواجهة هذا الموضوع. هناك رؤية تابعة للوزارات التقنية خاصة وزارة إعادة التراب الوطني والسكنة، ورؤية خاضعة لسلطة أم الوزارات ألا وهي وزارة الداخلية. وهذا ما قاد يعني هذا التناحر في الرؤيتين إلى تمكين وزارة الداخلية من وضع اليد على الدار البيضاء لوحدها خارج وزارة الإسكان. نحن نعلم بأن هذا المشروع ديال المدن بدون صفيح تتحكم فيه الوزارة من ناحية النظرية كجهاز وصي من طنجة إلى القويرة باستثناء تراب الدار البيضاء الذي ينفلت من تدخل وزارة الإسكان، لأن الداخلية هي التي تقود عملية المحاربة السكن عبر واحد الآلية تم خلقها تسمى شركة إدماج السكن. وهذه الشركة يعني مجلس إداري الأصول الوالدة الدار البيضاء، والمدير يعينه وزير الداخلية، علماً أن الأحياء الصفيحية في الدار البيضاء تمثل تقريباً ثلث الأحياء الصفيحية في المغرب. لا تنسى أن الدار البيضاء لوحدها تأوي حوالي يعني 102 ألف أسرة صفيحية. يعني هذا التضارب في الرؤيتين كما قلت هو الذي خلق هذه المشاكل ديال التدبير. والدليل على ذلك أن الدار البيضاء تجد فيها مثلا مشاريع يعني تسهر عليها شركة إدماج السكن، وهناك مشاريع تسهر عليها العمران التابع لوزارة الإسكان. لكن بما أن الوالي هو رئيس المجلس الإداري لشركة إدماج السكن، وبما أنه هو الذي ينسق أعمال المصالح لا ممركزة بالدار البيضاء، فمن الطبيعي يقوم بواحد الجرعة زائدة في تفضيل المشاريع للإدماج والسهر على
تدليل الصعاب والسهر على إخراجها في أقرب الأجال ويعني تمكينها من المرافق لخلق واحد بغينا نقول واحد الحياة في هذه الأحياء الجديدة اللي خلقتها إدمى السكن. بينما المشاريع التي تشرف عليها العمران تعرف واحد التعثر لأنه ليس هناك حماس يبدأ من طرف يعني السلطات المحلية بالنظر إلى أنها تعتبر بأن ديك العمران راها مش شركة ما تابعش لهم راها تابعة لوزارة الإسكان. وهنا الخطورة وهنا الخطأ. علاش؟ لأن الوالي هو أصلا دستوريا يمثل الدولة المغربية وبالتالي هو مسؤول على تنفيذ القانون الذي يتجسد في السهر على تدبير كل المرافق التي تتبع للحكومة، لكن هو يتصرف ليس بهذا المنطق الدستوري ولكن يتصرف بالمنطق المخزني أنه ممثل الوزارة الداخلية، وبالتالي يستغل السلطات التي منحها له المشرع الدستوري ليس كما قلت قبيلة لتدبير المصالح العمومية التابعة للحكومة ككل، ولكن يسهر فقط على هذاك القطاع ولا ديك الجزيرة اللي تابعة ليه في وزارة الداخلية ألا وهي إدمى السكن. على ذكر مدينة الدار البيضاء اللي جات في كلامكم أكثر من مرة وهي اللي خديناها اليوم نموذج السي عبد الرحيم، بغيت نرجع معاك للنقطة شرتي لها في البداية، وأنا كنت صفح الموقع ديالكم السي عبد الرحيم أثار انتباهي موضوع كتكلموا فيه شخصيا على تصدر منطقة سيدي مومن في الدار البيضاء لائحة المدن السفلى الموبوءة في عالم من القذارة والأوحال والإجرام والتهميش كيف ما وصفتها في المقال. تكلمتوا أيضا على المسؤولين اللي تعاقبوا على تسيير الشأن العام في المدينة اللي ما استوعبوش حسبكم أنه المنطقة تحتاج إلى ثورة خضراء. شنو بداية كتقصدوا سي عبد الرحيم بالثورة الخضراء؟ وهناك من يقول حاليا أنه المسؤولين ما عندهمش عصا سحرية لتحويل واقع سيدي مومن المؤسف على مستويات مختلفة من حي صفيح في جزء كبير منه إلى منطقة كغيرها من مناطق وسط المدينة مثلا. بماذا تردون سي عبد الرحيم؟ وأنا سأبدأ من السؤال الأخير ديالك. يعني بالنسبة لي ليس القول هو أن المسؤولين ليست لهم عصا سحرية، بل الصحيح أن المسؤولين ليست لهم كبدة حقيقية على البلاد والعباد. هذا هو صلب ولب الموضوع. لماذا؟ لأن التجارب المقارنة في العالم كامل لما نجد إرادة سياسية ونجد الكبدة للمسؤولين على المنطقة يعني تتم يعني إنجاز المشاريع بسلاسة وبمونتاج مؤسساتي ومالي ليكون فيه الجميع رابح. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني سيدي مومن المقصود بالثورة الخضراء هو تلك الهبة الملكية التي سبق للملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه أن وهبها لمدينة الدار البيضاء، وهي عبارة عن حوالي 100 هكتار، يعني 100 هكتار مجمع الفم. هذا 100 هكتار كان يؤمن أن تخصص كمنتزه لساكنة الشمال الشرقي للدار البيضاء، ومن شأن تحقيقها آنذاك لو كما قلت توفرت الإرادة أن يضمن واحد توازن واحد إنصاف مجالي ما بين جنوب غرب الدار البيضاء وما بين شمال وشمال شرق مدينة الدار البيضاء. علاش؟ لأن الحسن الثاني انطلق من واحد الكونستا يعني يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أن الحوض الشرقي لمدينة الدار البيضاء يأوي معظم الأحياء الصناعية، وأقصد بذلك القوس الممتد من البرنوسي إلى سيدي مومن مرورا بأهل الغلام. هذا القوس الذي يمتد من البرنوسي إلى سيدي مومن مرورا بأهل الغلام يضم حوالي تقريبا 600 شركة توظف حوالي 60 إلى 65 ألف يعني مستخدم، علما أن هذه المنطقة الصناعية ديال شرق الدار البيضاء اللي كتمتد كما قلت من البرنوسي إلى سيدي مومن تساهم في الناتج الداخلي الخام ديال المغرب في حدود 9 إلى 10%. تخيل معي يعني هذه المنطقة الصغيرة جدا التي تضم البرنوسي وسيدي مومن تنتج حوالي عشر ناتج الداخلي الخام في المغرب، لكن للأسف الشديد هو أن هذه المضخة ديال الثروة عوض أن تحول إليها الدولة في شخص الحكومة والجهة والولاية والعمالة والبلدية جزءا من هذا يعني العائد الاستثماري نجدها تهرب أموال سيدي مومن وتهرب أموال سيد البرنوسي نحو ماذا؟ نحو الأحياء التي يسكن فيها كبار القوم والناس. مصطلحات قاصحة سي عبد الرحيم. لا ليست قاصحة، لأن اللي قاصح هو الواقع المرير الذي يعيش فيه المغاربة في هذه المنطقة. لأن لو كما قلت لو كان يعني عندنا قصوحية في الخدمة ما غاديش نوصلوا لهذا الوضع المأساوي. على كل هذه تعبيراتكم الخاصة. على كل شكرا جزيلا. لا طبعا أنا أتحمل مسؤوليتي فيما أقول. واضح.
على كل واقع سيدي مومن وغيرها من المناطق اللي ذكرتي في شمال الدار البيضاء سي عبد الرحيم، يسري أيضا على مجموعة من الأحياء الأخرى في باقي المناطق. وهنا بغيت غير نشير أنه إلى جانب كل ما ذكرتي بطبيعة الحال سي عبد الرحيم، دور صفيح اليوم في الجانب الآخر هي من أصبحت في بعض المناطق تحارب السياسات العامة والمخططات والبرامج. وفقط هذه الأيام توصلنا بعدد كبير من صور أحياء قصديرية نبتات في بعض المناطق بشكل غريب ومتسارع، على رأسها مثلا للحصر الحي الحسني اللي تعاني هي الأخرى من العدد الكبير ديال دور الصفيح اللي لازم مواجهة تزايدها بالكثير من الصرامة والحزم، وأيضا خلق بديل سكني كريم الفئات كثيرة لا حول لها ولا قوة، وعمرت لسنوات في سكن لا يليق بمغرب 2022 التي تقترب من الدخول. أشكرك جزيل الشكر عبد الرحيم أريريا الصحفي مدير موقع أنفاس بريس الإلكتروني والخبير في الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء، شكرا على مشاركتك معنا ضمن المجلة الإخبارية لشذا اف ام. العفو أخويا، شكرا شكرا.